السلام عليكم. إذا في هذا الفيديو غنحاولوا نشوفوا كومون ريدوير اون اكسبريسيون الجبريك، يعني تبسيط كتابة جبرية أو تعبير جبري. إذا اش كنعنيو بتبسيط تعبير جبري؟ ريدوير اون اكسبريسيون الجبريك سي سامبليفي او ماكسيموم سيت اكريتور اون غوكروبون تو لي تيرم دو ميم ناتور. إذا تبسيط واحد التعبير الجبري هو كتابة ذاك التعبير بأقل ما يمكن من العمليات. إذا ناخدو مثال ريدوير لي زيكسبريسيون ليترال سويفونت. عندي أ كتساوي لنا 7x زائد 3 زائد 6. إذا هاد التعبير هاد الجبري ممكن نزيد نبسطو. إذا عندي إمكانية أنني نجمع 3 مع 6، إذا كيرجع هو 7x زائد 9. إذا هاد التعبير هذا هاد ليكسبريسيون كتسمى لا فورم ريدويت، التعبير المختزل. ناخدو مثال آخر العدد بي. إذا عندنا 6x زائد x كاري ناقص x، إذا كنجمع في الاختزال أو في التبسيط دائما يمكن نجمع x مع x. يمكن نقولو x يمكن تكون عدد هنا، يمكن نجمع x كاري مع x كاري، ميمكنليش نجمع x كاري مع x. إذا دائما كنجمع الحدود اللي عندهم نفس الرتبة نفس الدرجة، وكذلك ميمكنليش نجمع عدد معلوم مع اكس، لان اكس عدد مجهول. ملي كنقولو اكس راه ممكن تكون اكس تكون ا تكون اي عدد مجهول. اذا لاحظوا معايا هنا 6x زائد اكس كاري ناقص اكس، اذا عندنا اكس وعندي اكس. اذا كيمكن لي ندير اكس كاري زائد 6x، كنغير لهم الترتيب، ناقص اكس. ملي نغيرو الترتيب دائما العدد بالإشارة ديالو، عندي ناقص إكس كتبقى ناقص إكس. إذا 6x ناقص إكس يعني 6x ناقص 1x، يعني إكس في الأصل راه هي 1x. إذا 6x ناقص إكس هي 5x، إذا إكس كاري زائد 5x. المثال الثاني 7x كاري زائد 6x ناقص 6x كاري زائد 1. إذا لاحظوا هنا x كاري x كاري، إذا 7x كاري ناقص 6x كاري زائد 6x زائد 1. إذا 6x كاري ناقص 7x كاري أو 7x كاري ناقص 6x كاري هي 1x كاري. 7 ناقص 6 هي 1، إذا 1x كاري هي x كاري زائد 6x زائد 1. دابا غادي نحاول نشوف واحد التمرين تطبيقي باش نفهمو مزيان هاد القضية هادي. إذا غيدوير اون اكسبريسيون، إذا السؤال كيقولنا سامبليفي سي بوسيبل لي اكسبريسيون سويفونت، غادي نختزلو إذا كان ممكن. نبداو بأول عملية. إذا أ كتساوي لنا 15 مضروبة في أ، إذا يمكن لي نكتبها 15 أ، هاديك عملية الضرب كنحيدوه. بي 15 زائد أ، إذا هنا ميمكنليش نسامبليفي هاد الكتابة هادي هاد التعبير هذا، كيبقى 15 زائد أ. سي إذا عندنا 3 أ زائد 2 أ، 3 أ زائد 2 أ، إذا 3 زائد 2 هنا كيمكن لنا نديرهم بهاد الطريقة، 3 زائد 2 أ، إذا 3 زائد 2 راه هي 5 أ. دي إذا عندنا 3 أ مضروبة في 2 أ، إذا لاحظوا معايا 3 أ هي 3 في أ مضروبة في 2 مضروبة في أ. إذا هذه راه هي 3 في 2 في الضرب، كيمكن لي نغير الترتيب، إذا في أ في أ. إذا 6 و أ مضروبة في أ هي أ أس 2، إذا 6 أ أس 2 أ، إذا إكس في إكس، إذا أ كتساوي لنا إكس كاري، إكس مضروبة في إكس هي إكس كاري. إذا إف، إذا عندنا إكس زائد إكس، إكس زائد إكس هي جوج إكس، يعني عندنا 1x زائد 1x، إذا هي جوج إكس.
جي كتساوينا اكس كاري زائد اكس. اذا عندنا اكس كاري وعندنا اكس يعني ما عندهمش نفس الرتبه، اذا ما يمكنليش نجمع اكس كاري مع اكس. اذا هاد التعبير كيبقى كما هو، اش اكس ناقص اكس، اذا عدد ناقص نفسه كيعطينا صفر. اي اذا عندنا اكس اس 2 مضروبه في اكس، اذا اكس اس 2 مضروبه في اكس، واكس هي اكس اس 1. اذا الى بغينا نحسبوهم فغيجينا اكس اس 2 زائد 1، اذا هي اكس اس 3، ولا مباشره ندير اكس اس 3. نذكروا دائما القاعده ديال القوى، ا اس ان في بي اس ام. اذا شنو كتساوي لنا؟ اولا هنا ا اس ام، اذا هذه شنو كتساوي لنا؟ هي ا اس ان زائد ام. جي اذا عندنا جوج اكس زائد 8 زائد 5 اكس، اذا جوج اكس زائد 8 زائد 5 اكس، اذا اكس مع اكس ممكن 8 عدد معلوم ميمكنليش نجمع مع اكس، اذا كيمكن لي نبدل ليهم الترتيب. اذا جوج اكس الى ضفناها 5 اكس كيعطيني 7 اكس زائد 8. اذا ندوزو دابا الكا، اذا الكا شنو كتساوي لنا؟ اكس ناقص 5، اكس ناقص 5 مضروبه في 3 زائد 7 اكس، اذا اكس 5 مضروبه في 3، اذا كنبسطو شويه، اذا 5 في 3 هي 15 زائد 7 اكس، اذا اكس زائد 7 اكس، اكس يعني 1 اكس زائد 7 اكس، اذا هي 8 اكس ناقص 15. ندوزو دابا لال، اذا ال شنو كتساوي؟ 3 اكس كاري زائد 5 اكس زائد 7 اكس كاري ناقص 2 اكس. اذا شنو غادي ندير؟ غادي نجمع الحدود اللي عندهم نفس الرتبه، نجمع اكس كاري حدا اكس كاري و اكس مع اكس، اذا 3 اكس كاري زائد 7 اكس كاري زائد 5 اكس ناقص 2 اكس. اذا 3 اكس كاري زائد 7 اكس كاري، 3 زائد 7 هي 10 اكس كاري، 5 اكس ناقص 2 اكس، 5 ناقص 2 هي 3 اكس. ام كتساوي لنا اكس اس 2 مضروبه في اكس اس 3، اذا نطبقوا عليها القاعده، اذا هي اكس اس 2 زائد 3، اذا هي اكس اس 5. ان اذا ان كتساوي لنا 2 اكس مضروبه في 8 مضروبه في 5 اكس. اذا لاحظوا معي بان هذه الكتابه يمكن لي ردها على شكل جوده، اذا 2 اكس راه هي 2 في اكس في 8 في 5، و 5 اكس هي 5 مضروبه في اكس. اذا كنضرب الاعداد المعلومه، 2 في 8 في 5، اذا 8 في 5 40، 40 في 2 80، وعندي اكس مضروبه فاش في اكس، اكس مضروبه في اكس هي اكس اس 2. او اذا كتساوي لنا اكس مضروبه في 5 زائد 3 مضروبه في 7 اكس، اذا اكس مضروبه في 5 هي 5 اكس، دائما العدد المعلوم عاد العدد المجهول، زائد اذا 3 في 7 اكس، 7 اكس هي 7 مضروبه في اكس، اذا 3 في 7 في اكس هي 21 اكس. ندوزو دابا بي، اذا 3 اكس
كاري مضروبة في 5x زائد 7x كاري مضروبة في 2x مضروب زائد 7. إذا عندنا 3 مضروبة في x كاري مضروبة في 5 مضروبة في x. إذا 3x كاري هي 3 مضروبة في x كاري. كذلك عندنا 7x كاري أو 7 مضروبة في x كاري. حنا كنحاولو نفكوها باش توضح لكم الفكرة. إذا 7 في x كاري مضروبة في 2 مضروبة في x زائد 7. إذا لاحظوا معايا هنا 3 مضروبة في 5 هي 15 و x كاري مضروبة في x إذا هي x أس 3. إذا 7 مضروبة في 2 هي 14 لأن الضرب تبادل و x كاري مضروبة في x هي x أس 3 زائد 7. إذا لاحظوا معايا x أس 3 و x أس 3 إذا يمكن لي نجمع هاد لي دو تيرم. إذا 15 x أس 3 زائد 14 x أس 3 هما 29 x أس 3 زائد 7. إذا Q كتساوي لنا جوج أ مضروبة في أ ناقص جوج مضروبة في أ زائد أ مضروبة في 3 أ. إذا جوج أ مضروبة في أ هي جوج في أ في أ، يعني هي جوج و أ ضربناها في أ خص تكون هي أ أس 2. إذا ناقص جوج أ، إذا أ في 3 في أ، إذا هي 3 و أ في أ هي أ أس 2. إذا لاحظوا معي هنا جوج أ كاري زائد 3 أ كاري، إذا هي 5 أ كاري ناقص جوج أ. إذا هنا ميمكنليش نزيد نسمبليفي. R تساوي ماذا؟ إذا 6 ناقص 3 مضروبة في x زائد x مضروب في 5 ناقص 9. إذا 6، إذا 3 مضروبة في x لأن دائما الأولوية للضرب. إذا 3 في x هي 3x زائد x مضروبة في 5، إذا هي 5x. ما نكتبش x 5، x 5 خطأ، كتابة غلطة. إذا 5 إكس العدد المعلوم عدد المجهول ناقص 9. إذا 6، إذا كنحاول نبدل الترتيب باش نجمع داك الأعداد. إذا ناقص 3 إكس زائد 5 إكس زائد 6 ناقص 9. إذا ناقص 3 إكس زائد 5 إكس، إذا ناقص 3 زائد 5 هي 2 إكس و 6 ناقص 9 هي ناقص 3.